وهسه خلونا نروح الى السؤال الرابع مع الاستاذ مشعل ومع الاستاذ عبد القادر. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ. شلونك استاذ مشعل؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. والاستاذ عبد القادر شلون صحتك؟ والله الحمد لله. احكي لنا شوي عن نفسك وعن هواياتك عملك. والله انا اشتغل بالمعرض السياره. استاذ مشعل اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. اختصاصك وعملك وهواياتك؟ اختصاصي انا مخلص مهنيه قسم اداره اقتصاد. اداره اقتصاد. نعم. خلينا نروح السؤال الرابع. هذا السؤال سهل. ايد ورا الظهر. حسيت البشت. ايد ورا الظهر. وايد ورا ايد ورا الظهر. خلينا هيجي مثل كاكي مشعل وايد. تمام. السؤال يقول اذكر اسم رجل ينتهي بالمقطع الصوتي إيم. إبراهيم. شوف أنا قلت اذكر اسم رجل ينتهي بالمقطع الصوتي إيم فقال إبراهيم. وخلي نشوف إبراهيم موجود. خلي نشوف كاكي عبد القادر شنو ببالك أو اللي هو الناس يجي يقولون مثلا أصيل هميم. ها؟ أصيل هميم. هميم 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 إيم. ممكن خلي نشوف إذا موجود. حتى قلت أصيل هميم أيضا غلط. هو مو هميم. هو لأنه يصير هميم فما يصير إيم. هميم مثل إبراهيم. إبراهيم أصح بس ما أجى بالاستفتاء. خلي نشوف أستاذ علي. صميم. صميم ممكن. صميم ما موجود هذا الاسم. خلينا نشوف الست انعام. تيم. 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 لا ما بالتيم. تيم. نقول ايم. ها يعني هو بالضبط ابراهيم. هميم مو هميم. حتى ينتهي بالمقطع الصوتي. رؤى. شو تقول رؤى؟ نديم. 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 خلينا نشوف نديم. خلينا نشوف. خلينا نشوف هاجر. وراح نعدد هواي اسماء. لذلك اقول لكم اكو هواي اسماء. اسماء كثيره بس احنا اختارينا 8 اسماء. هاجر. سليم. سليم. خلينا نشوف سليم. سليم. اه واخيرا سليم موجود. سليم موجود. اذا خلينا نروح مع سليم. تفضل كاك عبد القادر وتفضل استاذ مشعل. خلوا نروح على سليم. اذا هسه عرفنا موجود اسم من الاسماء اللي نريدها. ونروح اذا على اسم اخر شنو؟ حليم. حليم. حلو اسم حليم. بكي تفكرون به. حليم. حلو. طبعا ليش حليم؟ لانه اجى عبد الحليم حافظ فراحوا على حليم. كاك عبد القادر انت شو تقول؟ امين. لا أمين؟ لا لا ماكو كاكا. اوه بابا واو كاكا. احنا قلنا ايم. اخر حرف ميم وليس نون. اها شوف باوع كاكا. سليم. حليم. ابراهيم. ابراهيم ما كان لانه اصلا ما قالوا بس قلنا سليم وحليم. حزوره ترى هي نحيم. حزوره مثل يعني واحد يشمر الشمره وتطلع صح له. ها انتوا فكروا. يلا رحيم. رحيم. والله حلو. خلينا نشوف رحيم. نعم رحيم. حليم. سريع. هذا يحرك شويه مو صحيح؟ يحرك. يلا 6. نعم. ها نعيم. ايه نعيم. هم قلنا نعيم. قلنا لا نعيم. منو نعيم؟ مو اسمي انعام. انا اعطيتش غش؟ ايه ما اعطيتش. لا انا انعام. انا قريت انعام وقلت يا ابويا شنو ما يطلع شنو؟ نعيم. نعيم طلع.